وبنوصل إذن معكم للفصل الأخير من حلقة الليلة. حديثنا رح بيكون حول استعادة نضارة البشرة وحيويتها اللي هي حلم كل امرأة. علاجات، أدوية، نصائح بالجملة، بس من الآخر هو حقن البلازما من أحدث التقنيات. رح نعرف بالتفصيل مع ضيفنا دكتور رامي العناني، استشاري جراحة التجميل. أهلا وسهلا فيك دكتور رامي. أهلا بيكي دايما. أهلا وسهلا. وبدنا نرحب كمان بإيريني بدريني على القافية. هيدا من عمل شعري علي، قصيدة اليوم. قصيدة بالبلازما. دكتور، البلازما شو هي تحديدا؟ البلازما هي دلوقتي من أحدث التقنيات على مستوى العالم. هي طفرة ابتدت من أوائل التسعينات وطبقت في جراحة العظم وحاجات كتير قوي كده، وريسنتلي مؤخرا دلوقتي في جراحة التجميل ابتدى نقول ايه، دم الإنسان عبارة عن سائل هو البلازما ومكونات تانية. أوكي. خلايا دم بيضاء، خلايا دم حمراء، صفائح دموية. اللي احنا عايزينه الصفائح الدموية. الصفائح الدموية دي عاملة زي البالونة مليانة جروث فاكتورز، عوامل نمو، قدروا يوصلوا ان هم يقولوا لو ركزنا قوي الصفائح الدمويه باعلى من التركيز الفسيولوجي اللي موجود اوريدي في الدم. أوكي. هيساعد بالنسبه لنا كتير علشان نقدر نستخدمه، فناخد كل الجروث فاكتورز اللي موجوده. جريت. زي ما احنا موجود معانا هنا جروث فاكتور بتفرز، يدينا الكولاجين هنا يترتب اللي في الجلد. ويحصل هيدريشن وترطيب للجلد. أوكي. فبالتالي وهنا معانا الانبوبه وهنشوفها دلوقتي بشكل عملي. الاصفر اللي فوق ده هو البلازما السائل تقريبا اللي موجود. أوكي. تحت الخلايا الدم الحمراء، في النص بيتركز قوي الصفائح الدمويه مع بعض خلايا الدم البيضاء. هو ده التارجت بتاعنا، احنا عاوزين ناخد ده. تمام. معانا دلوقتي، احنا عملنا قبل الحلقه عشان الوقت بتاعنا. أوكي. جهزنا الانبوبه بتاعه الدم، بتكون عاملة كالآتي. كيف بتشيلهم دكتور؟ كيف بتسحبها؟ احنا بنسحب طبعا زي اي عين الدم من الانسان طبعا نفسه، من الايد بالزبط. أوكي. وبناخدها، ودي حاجة دلوقتي يعتبر طفرة جديدة اسمها الوايت تيوب. أوكي. بتقدر تفصل من خلالها المكونات. أوكي. دي هنا الدم زي ما هو سليم. بيطلع معانا بعد الاجراء اللي احنا بنتكلم عليه. اوكي. هيدا بتتاخد على المختبر يعني؟ بالزبط. على احنا دلوقتي بنقدر نعمله عندنا دايما يعني، في دلوقتي. أوكي. التقنيات دي. أوكي. دلوقتي حصل فصل للمكونات زي ما احنا قلنا. هنا كان الدم سليم تماما، هنا حصل فصل المكونات فوق زي ما شفنا في الصورة. أوكي. السائل تقريبا لوحده، هيدا البلازما يعني؟ هو ده السائل لوحده. أوكي. لكن هنا البلازما مشبعة بالصفائح الدموية. هي دي اللي احنا عايزينها، اللي هيدا الكمية صغيرة. ايوه بالظبط كده، هي دي بقى المعجزة. الزبدة. الزبدة، زبدة الموضوع. هيدي النقطة الصغيرة. احنا دلوقتي هنستأذنهم بس هياخدوها دلوقتي مننا. أوكي. بحيث ناخد الطبقة دي ونجهزها ونبتدي نحقنها على طول. يلا انا رح ادعي بس مدير المسرح لو سمحت. ايوه. جندي بياخدها لحتى نفصلها، وبدك تنحط على الورس صح دكتور؟ دلوقتي هنبتدي. هي هتتحط يعني، عارفه شفتي السرنجه بتاعت الانسولين؟ بيكون في سن مخصص لحاجه زي دي، بيعتبر حجمه تقريبا خمس السن بتاع الانسولين، بيبقى حاجه عامله زي الشعره. أوكي. بتخش جوه الطبقات السطحيه للجلد عشان نبتدي نحقنها. طب شو بتعطي شو فعاليتها؟ شو هي زي ما احنا قلنا في التقنيه بتاعتها دلوقتي، هي بترتب الكولاجين وبتحفزه على الانتاج، فده يبتدي مع الوقت يعمل شد للبشره، بيقلل من علامات الشيخوخه المبكره اللي ممكن تظهر مع الوقت. في نفس الوقت بتعمل هيدريشن وبتساعد الجسم والجلد بشكل خاص على الترطيب. فطبعا الترطيب ده مهم جدا لجلدنا، ان هي احنا الجلد عامل زي الارض، الارض دي لو ما فيهاش ميه بتشقق. فبالتالي الترطيب ده اللي هو الهيرونيك اسيد بيبقى موجود، اللي البلازما بتحفز على تكوينه، كل ده بيبتدي مع الوقت بيقلل من الشيخوخه وبيساعد الجلد انه يحافظ على المرونه اللي موجوده فيه. اوكي. وكمان على فكره، بس احنا مش هنقوله النهارده، هو بيستخدم كمان للشعر. والتساقط الشعر، فبيبقى حاجه كويسه جدا. ليه؟ ان هو اولا يقلل التساقط، اتنين لو في شعر ضعيف مش قادر يطلع. بنزود الدوره الدمويه اللي موجوده في فروه الراس، فيبتدي يساعد الشعر ان هو يطلع. اوكي. طب دكتور، هو لاعمار معينه خالص؟ انت عارفه ليه دايما بقول ان البلازما دي حاجه دلوقتي جلوري فعلا وبراقه قوي؟ هي حاجه فيري سيمبل من جسمك، استغلينا الوظائف الحيويه اللي موجوده في الصفائح الدمويه. عملنا لها تركيز عالي وحقنها تاني، بتخش في مصنع تكوين الجلد. فتساعد على تكوين الخلايا والكولاجين، وتساعد على ان العمر نفسنا يعني. دلوقتي احنا الجلد في حاجات كتير قوي بتاثر عليه. ضوء، ميك اب، تلوث، اكل مش صحي. صح. حاجات كتير قوي. انت كده بتدي له دفعه
جامده علشان يقاوم كل المؤثرات السلبيه، وفي نفس الوقت يدي نضاره للبشره جلوينج، يدي تفتيح لبعض الاماكن اللي بتبقى داكنه نتيجه الاجهاد ونتيجه ان الخلايا مش متجدده بشكل سليم. ممكن ينعمل للجسم كله، ممكن طبعا، بس هنحتاج بقى كميات بقى كبيره. مظبوط، لكميات كبيره وحلو قوي في اماكن زي ظهر الايد وكده. طبعا للرقبه طبعا كمان. بصي البلازما، بص الاتجاه اللي جاي كله في العلم جاي حاجه اسمها ريجينيريتيف ميديسن، يعني الطب التجديدي اللي انت بتستغل فيه مكونات الجسم في تجديده هو نفسيا، مش من حاجه من بره كيماويه او حاجه ما شابه من كده. حتى كمان ممكن نتكلم في حلقات قادمه حاجه اسمها الخلايا الجذعيه، كل الحاجات دي بناخدها من الجسم. يعني يختلف عن البوتوكس، يختلف عن الفيلر، هو مش بديل ليها. اوكي، ما له بديل. صحيح. يعني نحن عم نتكل انه البشره بتكون نادره اكثر. صحيح، تفتيح للبشره، بتصغر كمان البشره. صحيح. لان بتكون بشره نادره بتصغر. صحيح. هي دايما حتى بصي اللفظ دايما اللي بيتقال للعينين اللي بيحقنوا بعديها، انت مال وشك نور كده. نور كده، صح، نور كده فعلا. اللون نفسه حتى عارفه كمان في حاجه تانية بتكون على مستوى الشفايف. الشفايف بتبقى بعديها مش بتزيد في الحجم، لا بتبقى لونها بيبقى احسن، بينك شويه. انعم، كل ده ما انت قاعد بتجدد، انت دخلت اكنك مره واحده فول كده او حاجه وقود للجلد يخش المصنع ويبتدي يشغل الخلايا الميته، يطردها، يجدد الحاجات اللي موجوده. فطبعا هي حاجه انوفيتيف، حاجه جديده. هي كم مره مسموح نقدر نعملها؟ هو طبعا زي ما احنا قلنا حاجه علاجيه، فما فيش اي مشكله انك تستخدمها زي ما عايز، بس لو البروتوكول بتاعنا ان احنا المفروض من 3-5 جلسات ما بين كل واحده للثانيه، 3 اسابيع لشهر. أوكي. وبعد كده في حاجه اسمها مينتنس بقى، ان انت بقى تحافظ على الكلام ده، فممكن كل 6 اشهر تعمل جلسه حاجه كده. يعني اللي احنا بنقول عليه ده، دي حاجات كلها تولز للحفاظ على الجلد ونضارته ونقلل من موضوع تقدم السن. فاهميني؟ طب كل سيده فيها تعملها دكتور، ولا في محاضر معينه؟ لا خالص، عارفه هي ميزتها عشان كده. عارفه احنا مثلا نيجي نقول بوتوكس حلو جدا ومفيد ملوش بديل، الا واحده حامل ما ينفعش، مش عارف بعض المشاكل بنقدر بيبقى خايفين منها ان احنا نقول لا ما نحقنش بوتوكس. مثلا لما نيجي نقول فيلر مثلا، لا ما بنحقنوش في اوقات معينه، لو واحده صغيره قوي لا مش عاوزين نزود عشان ما يحصلش ترهل للجلد. اوكي. الا للبلازما في اي وقت حاجه سحريه. ليه؟ أوكي. انها حاجه من الجسم، احنا مش جايبين حاجه من بره، احنا بنفصل مكوناته ونستغله هو شخصيا علشان نجدده هو. حلو. بس التركيزات عاليه، هو ده هنا يعني بيقول لك يعني عبقريتها في سهولتها. انت فاهماني؟ صح. هي بتشبه الى حد ما الميزو. البيزو دي تقنيه ممكن نتكلم برضه لحقا، بس انه لانه موضعي. حقن موضعي شبهه في طريقه الحقن. لكن الميزوثيرابي بيبقى حاجات عباره عن فيتامينات واحماض امينيه وبعض المعادن ساعات، ودي بتغذي البشره ده بشكل معين، لكن ده جزء. لكن البلازما دي طفره اكبر بقى شويه بكتير. يعني انت فاهماني ليه؟ ان احنا اعتمدنا على الجروث فاكتورز، احنا جسمنا كله بيلتئم في اي جروح عن طريق الجروث فاكتورز. فبالتالي الجروث فاكتورز دي تخلي انا بحقنها بتركيزات عاليه قوي في المنطقه اللي انا عاوز اعمل لها نضاره. اوكي، انا بعتقد ايريني صارت جاهزه ونحن ومشجعين ومحمسين. عندنا الحاجات. وصل نحن عنا من بعد ما تم فصله البلازما بهيدا الشكل. احنا دلوقتي فصلناهم وخدناهم دلوقتي ولا طلعوا منيح؟ كميه منيحه. جميله. حط لي شوي دكتور. انت تسمحي لي باخذ من عند ايريني. طبعا احنا دلوقتي دي طبعا زي اللي احنا قلنا هي الصغيره خالص، دي عملت معانا حوالي 2 سم. هنبتدي نعمل لها فرد على منطقه الجلد كلها. أوكي. في طريقتين للحقن. هلا مثلا انا طلع عم شوف بوجهه عند الاثار، حب الشباب هذا ممكن يساعد على فكره. يساعد طبعا جدا. ان احنا دلوقتي طبقات الجلد احنا بنقول ايه، المرونه هتزيد في طبقات الجلد بعد كده. ولو لاحظنا ان احنا دلوقتي البوست اكني سكار اللي عندها اثار حب الشباب، لو لاحظنا ان احنا لو الجلد شدناه كده شويه، بص بيحصل ايه للاثار حب الشباب. فبالتالي ده لو زودنا الالاستيستي والمرونه اكيد الموضوع ده هيتحسن. تمام، خلينا نشوف كيف طريقه. خلينا هنبتدي دلوقتي بتكون. الحقن بسيط جدا. ما فيه وجع. ايه احنا حاطين لها مخدر موضعي. وده زياده عطلاني هام. لا تلاقيش. خلاص هنبتدي حقن حاجه بسيطه. بمناطق مختلفة مثل ما عم نشوف. طبعا احنا لازم هنساعد ان المنطقة كلها تنتشر. أوكي. في كل المنطقة اللي احنا عايزين فيها. طب في شيء بيشبه الرولو دكتور، هيدا اللي بيقدر يحرق كل ال. صحيح، احنا عملناها في حلقة زمان لو تفتكري. صح. ممكن طبعا نستخدمه كده، بس عارفة ميزة الحقن الداخلي ان احنا عاوزين نوصل المادة لأعمق. برافو عليكي، خلص صرنا مدرسه يا دكتور. اما لما احنا بنستخدم الديرما رولر او الديرما بان، احنا كده بنساعد ان الطبقات السطحيه هي نفسها يوصل لها تركيزات عاليه. فاهماني؟ استاذنك يا ريني ممكن نضغط هنا بايدينا بعد اذنك.
برضو نفس التقنية، احنا عاوزين نخش لطبقات لا هو عميق ولا هو مجرد تحت الجلد على طول. اوكي، يعني مش مين ما كان بيقدر يحقنها وفي لها تقنيه معينه تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا لا، يعني احنا بنتكلم على حاجه ميديكال. ايه يعني طبعا، مش حاجه اللي هي بتستخدم بشكل ان احنا يبقى الموضوع اي حاجه. ان احنا دلوقتي لو بنتكلم على حاجه طبيه، احنا اولا الماده تم فصلها بشكل معين، ونعرف انه لكل شخص ماتت ومنه هو، يعني مش كمان صح. رغم ان في حاجه حديثه برضو بيتكلموا عليها انها ممكن تاخد من حد تاني، بس ده لسه شويه يعني في برضو ابحاث لسه بتتم في الموضوع يعني. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على حاجه اسمها اوتولوجس، يعني من الجسم نفسه. طبعا الموضوع بالنسبه لنا حتى هنلاحظ في ساعات بعض الناس عارفه اللي بيبان قوي ساعتها الشفايف. بس هي الشفايف هي مش عايزه تعمل الشفايف بصراحه، هي قالت عاوز تعمل بس للوش. لكن الشفايف في ساعتها بيبان التاثير، فاهماني؟ بيبان قوي ولا تمام في ساعتها قوي، ان اللون نفسها يقول لك بقت عامله زي الستروبري كده، عامله زي الفراوله. وبيحصل لها شويه تورم بسيط. بيبتدي ممكن، والشفايف هي اكتر حاجه. ممكن استاذنك بايدك برده كده يا ريني الشفايف تمام. احنا دلوقتي بالنسبه لنا انا خلصنا نص الكميه، احنا ما شاء الله كميتك كتيره طالعه يعني. احنا ممكن ما نخلصهاش اصلا كلها. يا ريت. عم تنوجها. لا 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 يلا. اوكي، احنا دلوقتي بنعمل لمنطقه الجبهه. اوكي، نحن هلا لكان عم نوضع لها على الجبين. أيوة. هيدا هو لكان البلازما، هيدا هو الحقن. اذا الحديث واخر التقنيات مع دكتور رامي العناني، اللي من خلاله فيكم تحصلوا على بشره نقيه ونضره وتصغروا بالعمر. قد ايه؟ 15 10 سنين يعني، يا دوب يعني منيحه 10 سنين حلوين. بدي اتشكر كثير حضورك معنا جداً. دكتور رامي العناني، وكمان بدي اقول لك يعطيك الف عافيه. الف وسهلا فيك. مشاهدينا بنشكر متابعتكم لنا. الى اللقاء بحلقه جديده. باي باي.